مصطفى، اختيار العامل عشان يشتغل في مهنة أو صناعة لسه جديدة في مصر احنا ما نعرفهاش. تمام. عندنا مصنع بس الفلات العربيات النقل الكبيرة، احنا هنا بنتكلم في كل أنواع السيارات الملاكي، كل أنواع الملاكي. تمام. مصطفى، بجميع جنسياتها. مظبوط. لقيته ازاي ودورت عليه فين ودربته ازاي؟ تمام. طبعا كيفية التعامل مع العامل دي مهمة جدا. لازم العامل وهو شغال يبقى عنده أريحية في المكان، ان هو يوصلك لاعلى انتاجيه. ده طبعا لازم العامل يكون مبسوط وهو شغال. طبعا احنا جبنا الاول الفني من الصين، علمهم كيفيه التشغيل من الاول. طبعا عليه فيما بعد هم حاولوا في كل المكن وهم اشتغلوا عليه واحنا معاهم ان هم يطلعوا احلى انتاجيه واحسن انتاجيه. بالمناسبه، صناعه فلاتر الهواء للعربيات الملاكي بتعتمد على ورق اسمه ورق ترشيح، ده قلب الفلتر، ومصر ما فيهاش ولا مصنع للنوعيه دي من الورق، وبالتالي اللي يقدر يعمل مصنع لورق الترشيح هيكسب ذهب، وخصوصا ان ورق الترشيح ده بيدخل في الصناعات الغذائيه، لانه على سبيل المثال هو عبوه الشاي الفتله، وكمان في الصناعات الدوائيه وعبوات مستحضرات التجميل وغيرها كتير. مصطفى، انت النهارده بتنتج حوالي 4000 فلتر في اليوم الواحد. تمام. يعني عايز جهاز تسويق. تمام. بتعمل ايه في تسويق كل الكميات دي؟ احنا نزلنا بنفسنا، يعني تبنا التسويق بنفسنا، نزلنا على جميع التجار. يعني هو برضو المنتج بتاعنا قليل جدا في السوق، هو كله فبياع جدا، مش محتاج اصلا. يعني هو عمليه التسويق فيه قليله، بس طبعا موضوع التسويق ده كده لابد منه. التسويق ده يعني هو عباره عن جوده منتج وسعر. احنا وجدنا الاثنين، وجدنا الجوده وجدنا السعر، فوصلنا طبعا لمرحله كبيره جدا من التسويق. المنتج سواء نفسه يعني بمعنى الاصح. طب مصطفى، دلوقتي احنا بنصنع العربيات الكوري والالماني والصيني واللي موجوده في مصر، كل حاجه بنصنعها. ربع نقل والزوزو. تمام. طيب، والشوفرليه. موقفنا ايه مع التوكيلات دي؟ يعني تمام. هو في توكيلات بيبقى قطع الغيار حصر عليه. تمام. انا طلعت له بقطعه غيار عنده ومفيش غير عنها. تمام. فلتر الهواء. موقفك ايه مع العربيات اللي انت بتعملها مع التوكيلات دي؟ تمام. انا ماليش دعوه بالتوكيل، انا بصنعش المنتج، يعني انا مش واخد وكيل من المصنع نفسه. انا بصنع منتج يعني هاي كوبي بس بجوده الاوريجينال. احنا نقينا احسن ورق موجود في شرق اسيا كله. يعني ده ملوش علاقه بالملكيه الفكريه ولا لا ملوش علاقه، مش عارف لا بشكل لا ايه، لا ملوش علاقه بالظبط خالص. احنا يعني واصلين لدرجه الهاي كوبي بس بجوده الاوريجينال. طيب، احنا دلوقتي بنصدر لثلاث دول، ليبيا والسودان وتنزانيا. تمام. مظبوط. صح كده. مظبوط. خطتنا ايه في التصدير؟ خطتنا ان احنا نتوسع في جنوب افريقيا كله، وفي افريقيا بالكامل كلها. احنا الدوله عامله لنا منصات الكترونيه، البوابات بنعرض عليها جميع منتجاتنا، يعني الموضوع شبه فري. وطبعا بيبقى انت الزبون بتاعك جاي عن طريق المنصات ده، فبيبقى مضمون بنسبه 300%. صحيح. انت مش يعني مش معرض ان انت للنصب، او معرض ان انت يحصل مشاكل معاك في خروج المنتج بتاعك او الكلام ده كله. مصطفى سعيد هاشم وصديق عمره مصطفى جمال علي فكروا بره الصندوق، وكان قلبهم حديد، والفكرة دعمها بقوة صندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لأنها فعلا تستحق. ومن هنا أسسوا مصنع فلاتر الهواء الخاصة بالعربيات الملاكي، بخطوط إنتاج جودتها عالية وبطاقة كبيرة جدا، وطبيعي ينجحوا.